ولا ما علي؟ علي بدعوا وجرح في بهيمة لا يعقوب ذا الآن. قتل عريف وذيل ذا المعروفين. العريف ألف سورة وادعى أنها من القرآن، سماها سورة التفاح، موجود عندنا. ما أعرف شباب جابوه ولا ما جابوه بتاع العريف. فقلت أنا سأعطيكم جملتين بالعربي، أريدكم أن تكتشفوا الفرق بينهما. قالوا طيب. فقلت الجملة الأولى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. سمعتم؟ قالوا سمعنا. قلت هذه الجملة الأولى، خذوا الجملة الثانية. قالوا نعم. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتوبيس ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح ثم دخل إلى بيت جيرانهم ودخل إلى بيته وارتاح. هذه سورة التفاح هذه. استغفر الله واتوب إليه. فقلت لهم هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين؟ والله يا جماعة كأني أراهم الآن. قالت العجوز واقفة في النص، قالت يس يس والله. شفت لما قال قوم عقبة له لقد جئت، لقد تغير وجهك، جئت بغير الوجه، والله إن وجهها متغير. قالت يس يس. قلت هل فهمت شيئا؟ قالت لا. قلت كيف اكتشفت أن هناك فرقا وأنت لم تفهمي شيئا؟ كيف اكتشفت أن هناك فرقا بين الكلامين وأنت لم تفهمي شيئا؟ قالت اكتشفته بقلبي. تضرب صدرها. قلت كيف؟ قالت لما قرأت الكلام الأول أخذ قلبي ينتفض 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 معك، والكلام الثاني عادي. قلت تتوقعين الكلام الأول إيش والكلام الثاني إيش؟ قالت أما الكلام الأول فأتوقع أنه كلام الله. لا إله إلا الله، والله بهالعبارة. الكلام الأول كلام الله. قلت والكلام الثاني؟ قالت ما أدري، يمكن كلامك ولا قصيدة ولا. أما الكلام الأول قالت كلام البروفيت، النبي جاء به من الله، وأشارت بيدها إلى السماء. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم